السلام عليكم، مرحبا بكم. جبت لكم اروع جديد قفطان مغربي صيف 2019 بخير ما كاين. كما كتشوفوا مثلا هذا القفطان، هذا منبت ومرصع بالاحجار شواروفسكي، اليدين بالتول والقفطان باللامي، كله منبت باللبن اللبن، والكلوش دايره سنتيو روسي فابس محور وعدنا التول. قفطان نبت عدنا جوج قطع من لاسوا والكميمات بالتول منبتين بالطرز والأحجار. كتشوفوا الظهر منبت، شي حاجة رائعة وآخر ما كاين. قفطان منبت بالموزونة وبالحجر وفي الأكمام بليجة وفي القطعة الخلفية كذلك، شي حاجة رائعة. ودائما تكون الظهر منبت بالطريقة البوانتي، ولكن ديري الخوانف البتي مولات القفطان. قفطان رائع، ولكن ديري الخوانف البتي مولات القفطان. وقفطان السفلي من لاسوا الأكمام كذلك من التول. قفطان مفتوح من الجوانب طرزنا علم منبت بالأحجار شواروفسكي سفيفة مخزنية من الصم، شي حاجة رائعة. الأكمام كذلك من التول. قصة رائعة، كلوش ولا سانتيو من الصم. القفطان من الكخيب جورجيت، من هذا اللي تتشوفو دابا بروكار منبت بالصم ومرصع بالأحجار. تاخذوا فكرة للأتواب والقصات وتلقاها في الفيديو الآخر إن شاء الله.